شخصية هيثم اللي فرق خبرة رهيبة يا جماعة، غير ان هو بيفكرني بواحد صاحبي، لكنه مثال للشاب اللي عارف هدفه ودايما بيسعى وراه. هو عايز يتعرف على بنات. ازيكم عاملين ايه؟ انا احمد نصار وده ريفيو جديد. فرق خبرة بيتكلم عن ناجي، شاب زي اي شاب من الطبقة الفوق المتوسطة، بيشتغل انيميتر، كل مشاكله في الحياة بتتركز في ضعف شخصيته، لحد ما بيتعرف على بنت اسمها سلمى، ومن هنا حياته بتتغير حبتين تلاتة اربعة كده. مبدئيا كده اكتر حاجة ضايقتني في فرق خبرة هو شرنوبي نفسه. مش عشان انا بكره شرنوبي، بس شخصية ناجي لشرنوبي كان بيقدمها شخصية معقدة ومليانة طبقات، مشاكل اسرية وانعكاسات وعقد من هو صغير كبرت معاه، وحاجات كلها داخلة في بعض. وشرنوبي لحد ما قدراته التمثيلية محدودة شوية، فلما جه يقدم الشخصية طلع منه بهبل شويه بصراحه. يعني هدى المفتي كمان ادائها ما كانش قد كده، مش عشان ادائها كان ضعيف زي شرنوبي، بس نقدر نقول برضو ان شخصيه سلمى كانت شخصيه معقده، ويمكن معقده اكتر من شخصيه ناجي. وهدى المفتي ما عملتش فيه اي مجهود بصراحه، يعني ما حسيتش ان انا تواصلت للفكره اللي بتحصل في دماغ سلمى، مع الوضع في الاعتبار ان انت على مدار الفيلم هتحس ان انت دخلت جوه الشخصيتين وفهمت عنهم كتير، بس ده مش من الاداء الكويس بتاع الناس اللي اديتهم، ده لان الفيلم ساعد شويه بالتسلسلات اللي عملها ان انت تفهم الناس دي ممكن تكون بتفكر ازاي. على الناحية التانية خالص بقى يا معلم، في محمود البزاوي ده عبد العزيز، الاتنين دول الفيلم ما حاولش يخدم شخصياتهم بنفس الطريقة اللي خدم بيها شخصية ناجي وسلمى، لكن دول اتنين ممثلين كانوا عارفين ازاي يلعبوا السهل الممتنع وازاي تفهم شخصياتهم بس من تعبيره الشوم، وبصراحة كده كانوا احلى شخصيتين في الفيلم بعد الشخصية اللي كانت اجمد من كله بصراحة، وهو هيثم صاحب ناجي. وده مش عشان طه الدسوقي ادى اداء خرافي ولا عمل حاجه جامده، هو بس الشخصيه كانت مكتوبه لطه تقريبا. يعني تقريبا طه راح قعد مع شريف نجيب وهو بيكتب الفيلم وقال له بص انا عايزك تكتب لي كاركتر شبه الكاركتر بتاعتي، يعني انت هتحس ان ده طه الدسوقي اللي كان موجود في رومانسيه منسيه عادي جدا، بس الشخصيه راكبه عليه بالظبط، ومع ان وقتها على الشاشه قليل جدا لكن بصراحه كانت لذيذه. وخد بالك لذيذه بس مش هتفطسك من الضحك، ودي الى حد ما مش مشكله، بس بص هو الفيلم المفروض ان هو دراما كوميدي على قد ما انا فهمت، لكن الكوميديا في الفيلم الى حد ما ضعيفه. في مرتين ثلاثه كده هتضحك في كام سيكونس لذيذ هتضحك فيه، لكن اغلب الفيلم المحاولات الكوميديه كانت بتنتهي بيك عامل كده. طب ويا ترى بقى قصه الفيلم نظامها ايه؟ بصوا قصة الفيلم ما هياش وحشة، هو بس الفيلم في محاولاته ان هو يبني لنا تسلسلات كتيرة قوي نفهم بيها تصرفات ناجي وحياة ناجي، تصرفات سلمى وحياة سلمى، زي ما تقولوا كده حكى قصص كتير وحاول يتعمق في قصص كتير وفي نفس الوقت يحافظ على القصة الأساسية بتاعت سلمى وناجي. وهنا بقى تحصل مشكلة، وهي ان سيمبلي تقريبا كل القصص دي إلى حد ما كروتت، فبقيت حاسس ان هي فاضية، فاديتك إحساس ان اوفرول الفيلم فاضي، لكن هو الحقيقة الفيلم ما كانش فاضي، هو بس كانت قصصه كتير وما استفدناش بولا قصة أي حاجه، اللي هو يعني طب ما ناخد قصه لاخرها، يعني ما كانش لازم اعرف كل الديتيلز دي اي حاجه، ما فيش هو عشان يفهمك ناجي حكى لك كل ده، وبعد ما حكى كل ده زي ما تقول كده الفيلم تلاقي احساسه ان هو فاضي وتافه، مع ان الفيلم بصراحه كان فيه رساله هي بس مش مفهومه، يعني لازم تكون ابن خاله المخرج والمؤلف عشان يقعد يحكي لك ايه كان قصده ايه بالحوار ده كله، عشان انا بصراحه من الناس اللي ما فهمتش فين الغيه من الكلام اللي حصل ده. يعني زي ما تقولوا كده من الاخر شريف نجيب المخرج الى حد ما خايش، لكن شريف نجيب المؤلف بقى مش نفس الكلام بصراحه. كده الكتابه بتاعت الفيلم ما كانتش احسن حاجه، بس ما كانتش سيئه، بالعكس كان فيها نقطه كده حلوه قوي، وهي الكونفرسيشنز اللي بتحصل ما بين اتنين شباب في السن ده. الكونفرسيشنز ما بينهم كانت الى حد ما واقعيه، واقعيه بزياده كمان، حتى لحظات الاحتدام او لحظات الخناقه اللي ما بينهم ما كانتش حاد قوي، وخدت بريست كده فكرني بخناقاتي مع اصحابي. هي فعلا الخناقات في السن ده او الى حد ما بتاعت الشباب بتبقى بالحديه دي، وممكن تاخد الشكل ده في الكلام، لكن الواقعيه بقى اللي بزياده او اللي ممكن ان هي كانت افواره بصراحه كانت في اللغه اللي كانوا بيتكلموا بيها من الناحيه الجنسيه شويه. شادي وهيثم كانوا بيتكلموا على طول مع بعض بنبره نقدر نقول عليها ان هي فالجر بزياده حتى على ممكن نبره اتنين صحاب بيتكلموا بيها، يعني كل الكونسيرن بتاع هيثم كان واضح من اول الفيلم، والى حد ما اللغه ما بينهم كانت واخده شكل اوفر شويه. يا جماعه احنا مش بندسكاس ذس تو ماتش ديتيلز مع بعض، استهدى بالله شويه فيه. فبصراحه كده حسيت الفيلم بيحاول ياخدنا الادج سكشوال بزياده عشان بس يثبت ان هو فيلم فلسفي وعميق وواضح، لكن في الحقيقه الادج ده كان سخيف اوفر، وفي نفس الوقت ما وصلش اي حاجه، توهنا اكتر وسط القصه اللي احنا ما فهمناش المفروض توصلنا لفين. من الاخر فيلم فرق خبره الى حد ما فاضي وغريب، فيلم بيحاول يوصل لك قصه وبيحاول يحكي لك حاجه، بس انت تيجي في نهايه الفيلم وتحس ان انت ما فهمتش القصه، يعني ايوه انا كده استفدت ايه؟ القصه الى حد ما بتحاول ان هي تكون عظيمه وهي بيزك، التسلسلات بتوضح اكتر من اللازم، وبصراحه كده استخدام اللغه الجنسيه ما بين الشباب عشان ابين ان ده فيلم واقعي او احاكي حاجه شبه اللي حصلت في اوقات فراغ
كانت مس بطريقة غبية لان كانت اوفر بزيادة، وفي نفس الوقت كانوا بيتكلموا في الموضوع في اي وقت ولاي سبب. جماعة عادي ممكن نلعب بلاي ستيشن، ممكن ناكل، ممكن نتكلم في اي موضوع اخر غير المواضيع دي. وفي الاخر فيلم فرق خبرة للأسف فيلم مش حلو، لذيذ ومش سيء وممكن تضحك ضحكتين، لكن هو في الاول وفي الاخر فيلم فاضي بيحاول يعمل حاجة وخلاص. والريتنج بتاعي الفرق خبرة هو 5/10. لو شفتوه فربنا يعوض عليكم في تمن التيكت طبعا، بس ممكن تقولوا رايكم فيه في الكومنتس. ولو ما شفتوش فيعني انتوا احرار، يعني عايز تاخد الريسك وترمي فلوسك اوكي، او لو بتحبوا ده المفتي وشرنوبي ماشي. لو مش عايز فيه حل احسن بكتير، ممكن تعمل لايك، تعمل سبسكرايب، مش عارف ليه سبسكرايب ده من فوق، بس انت ممكن تعمل سبسكرايب وانا بقى بقول لك على افلام تانية جامده تتفرج عليها، فاهم يعني؟ انت بس اعمل سبسكرايب ما تقلقش، او فولو لو احنا على فيسبوك، اعمل اي حاجه هتلاقيني معاك. بص في انستغرام وتيك توك كمان، اعمل لهم فولو، تاكد انك تعمل لهم فولو، هجيب لك شويه افلام فل وبس كده. سلام.